بغيتك غير الخير أم بنتي، سمعتيني؟ اسمعيني، أنا بغيتك غير الخير، وخويا راه ما كاين غير الخير ان شاء الله. الا شاء سمعتيني؟ الله مرحبا بها. دابا انت علاش راه واخا، علاش ما درت انا لهاد الناس؟ واخا علاش انت رافضه فكره الرقيه؟ ها؟ علاش انت انا درت الرقيه تشبعت، دابا كنتبع الطبيب. شكون رقاك؟ شكون رقاك؟ شكون رقاك؟ شكون؟ اللهم صل على الحبيب. شكون رقاك؟ واخا شكون شكون رقاك؟ دابا عاد تسنطي لي، شكون رقاك؟ شكون دار لك الرقيه؟ شكون؟ شكون دار لك الرقيه؟ شكون دار لك الرقيه؟ علاش هادشي كله؟ علاش هادشي كله خويا؟ نعم؟ دابا لا، علاش دابا كتغوت علي؟ علاش هادشي كله؟ انا غوت؟ انت اللي علاش هادشي كله؟ لا غاتسنطي لي، تسنطي لي الشريفة. الشريفة انت اللي علاش هادشي كله ماشي انا. علاش؟ انت علاش رافضة، علاش رافضة فكرة راقي؟ انا قلت لك عيطت بالرقية بغيت نتبع الطبيب. لا ما لا انت ما درتيش الرقية اختي. اه؟ انت كاع ما درتيش الرقية ابدا. علاش ما درتهاش؟ عشرة الرقات معروفين في الدار البيضاء اتصلوا بك ورفضتيهم. دابا مؤخرا عيطوك الصحافه، غتسمط لي نوضح لك. شوف هنا نجي كود، راه ما نخبي لك والو، فهمتيني؟ 10 الرقات اللي اتصلوا بك ورفضتيهم، ها الاولى. دابا يلا قطعوا معك الصحافه، قلت لهم لا كان شي فقيه ولا لاقي، انا ما بغيتش، انا بغيت نتبع الطبه. اه من حقي. واش متفقين؟ من حقك. من حقي. ولكن خاصك تعرفي انه كاين، خاصك تعرفي سمحي لي، خاصك تعرفي ان هناك مرض عضوي ومرض روحي. ملي كنمشيو عند الطبيب ما كيكشفش لينا المرض العضوي، كنمشيو عند الراقي باش نشوفو واش مرض روحي. متفقين ولا لا؟ يا خويا فهمتك. باش تقول لي، باش تقول لي انا غنتبع الطبه. واخا فين حدك في الطب؟ اوروبا؟ شنو؟ فين حدك في الطب؟ في الطب زعما تمشي فرنسا؟ والله يحمي الله. كيفاش؟ تبارك الله الاخصائيين وحمي الله. واخا ولا ما داروا معاك، ولا ما داروا معاك هاد الاخصائيين والو، غتمشي فرنسا؟ غيدوك برا. أبلتي أبلتي أت أه نعم الحمد لله أطباء كبار، ولكن كلهم اتفقوا، وراه كلهم اتفقوا، وراه كل الله ينصر سيدنا، حنا ما تنقولوش لا، ولكن راه كلهم الأطباء اتفقوا وقالوا باللي أنت ما عندك والو. مازال ما اتفقوا ما حتى حاجة، مازال الحمد لله، مازال داير الإجراءات ديالهم، مازال متبعين حالتي، حيت ديك الساعة عيا ووقف لها الله. كيفاش؟ حيت وقفوا. واخا انا سمعت شي هضره وباغي نسولك. قال لك اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. انا بغيت نسولك فاس. اتصلوا بيا، اتصلوا بيا الجيران ديالك، قالوا لي انت كنتي كديري العياله للدون. شنو؟ كديري العياله للدون، واش بصح؟ وي خلص من الله اخويا وهاد النهار. ولا جيرانك ساكنه حداك، انا ماشي بعاد عليك. شوف قلت لك يخلصوا من الله صح. واللي بتالاني بتخير بتالي وموجي مو طيبة تحلى ان شاء الله. هادشي اللي سمعت اختي، وقالوا ما كتص قالوا لي ما كتصوميش رمضان، وكتقولوا انا فيا السكر، وكتمشي انت الشوافه، وكتمشي انت الشوافه، وكتعطيك الشوافه، كتعطيك الشوافه العشوب فاطن اللي في طريق صفرو، كتاكل العشوب باش تاكليهم وكذا. وتنفخات لك الكرش ديالك. ولكن واخا دابا انا شوفي، واش دابا انا، واش دابا انا قلت شي كلمه لعيب؟ انا جيتك فاس سولتك. دابا بلاتي دابا خلينا، دابا اسمحي لي خلينا نكذبوا هاد الناس كاملين، ونجي انا وندير لك الرقيه وغيبان شنو كاين. توا ان شاء الله اخويا قلت لك نسالي مع الطبيب، ومرحبا انا ما عارفه حتى من حاجه، نرجعني عاوتاني نسالي مع الطبيب. هانتي دابا انت واحد الانسانه مظلومه، خلينا انا مزوق، خلينا نجي انا كنجيب معك فتح رجلي، فتح رجلي البارح وباغي نجي عندك. واش انا قلت لك خليني نسالي ومرحبا. فين تسالي؟ فين غتسالي؟ يعني عندك شي غرض؟ يعني عندك شي غرض؟ واش نوا مع الاطباء؟ خليني لا تبع مع الاطباء، وخليني انا نجي عندك نفكك هذا المشكل في سبيل الله. يحل الله، ايوا يحل الله، صافي يلا، صافي يحل الله يلا. ما عمري شوف انا ما عمري باقا نعيط لك ولا نبرصك، سمحي لي بزاف، والسلام عليكم. الله يشافيك. يلا يحل الله. يحل الله، يحل الله في شي فيزا. يا مسام بلاش خليني.